التجربة النهضوية الألمانية، كيف تغلبت ألمانيا على معوقات النهضة، لعبد الجليل أميم وآخرون. يتناول هذا العمل التجربة النهضوية الألمانية بالبحث والتدبر من باب أهم العوائق والمشكلات التي واجهتها وكيف تجاوزتها حتى تبلور هذا الأنموذج التنموي الناجح. ولعل التجربة الألمانية قد ألهمت عددا من الكتاب والباحثين فتناولوها بالدراسة والتمحيص، لأنها مثال لدولة انتقلت من وضع الهزيمة والتقسيم والتحطيم الذي تسببت فيه الحروب إلى دولة قوية ذات اقتصاد متطور وتتطلع بدور قيادي على مستوى أوروبا. كيف تكون ألمانيا مثالا لغيرها من الدول الأوروبية والآسيوية؟ هذا ما سيذكره الكتاب.